ولا مش ساكنة هنا؟ ساكنة هنا. استرها يا رب. خير يا حضرة الضابط؟ خير طبعا يا مدام، أنا جيت أطمنك إننا قبضنا على البنت الحرامية. مستورة؟ ما اسمهاش مستورة. يا بنت الإيه؟ وكمان كدابة؟ ده أمر طبيعي يا مدام، كلمنا حضرتك على التليفون كتير. تليفوني عطلان من امبارح مش عارفة ليه. عموما حصل خير، حاجة حضرتك موجودة وتقدري تعدي تاخديها في أي وقت ونقفل المحضر. ضيعت نفسها ودي هتتسجن على كده؟ طبعا، دي ما طلعتش أول سرقة. دي لسه جاية من الصعيد. دي ما طلعتش صعيدية أصلا يا مدام. أمال إيه؟ طلعت بنت شغالة كومبارس. كومبارس؟ من التحقيق معاها اكتشفنا إنها تعرف عن حضرتك إنك طيبة قوي وكريمة قوي، عشان كده حبكت التمثيلية على حضرتك لحد ما عملت عملتها. معقولة؟ معقولة في كده؟ وأكتر من كده، احمد ربنا إننا قدرنا نوصل لها، لكن الحقيقة حضرتك على جانب كبير من الخطأ. أنا عملت ربنا يا حضرة الضابط. لازم حضرتك تكوني حريصة أكتر من كده. عموما حصل خير ومستنيين حضرتك في أي وقت. أنا مش عارفة أشكر حضرتك إزاي. بعد إذن حضرتك. مع السلامة. الله يسلمك. متشكرة قوي قوي. فين أوضة مدام تحية كاريوكا؟ وعايزها في ايه حضرتك؟ اللي أنا عايزها فيه هقولهولها بنفسي، أنت مالك أنت؟ لا مؤاخذة يا بيه، هقولها مين؟ عبد المنعم باشا الخادم. أدخل. لا مؤاخذة يا هاني، في واحد بره بيقول اسمه عبد المنعم باشا الخادم. عبد المنعم الخادم؟ آه، خليه يتفضل يا سباع. اتفضل يا بيه. ايه يا توح، عايزه تحرمينا منك ليه؟ جرأة يا باشا، هو ينفع الكلام كده واحنا واقفين؟ تستريح الاول وبعدين نتكلم. اتفضل. انا مش هستريح الا لما توافق ان انت تيجي تنورنا الليله، ولا احنا ملناش نصيب في الجمال ده؟ والله يا باشا مش عارفة أقولك إيه، لكن يعني الحقيقة إن أنت عزيزة علينا قوي، وإحنا مش هنتنازل عن وجودك معانا في الفرح. ساعتها هيبقى الفرح فرحي. والله يا باشا أنا كان بودي، لكن حقيقي عندي ارتباطات، وضيف لده كمان إني عندي سفر لبنان. آه طيب خلاص، نخلص الفرح ونسافر مع بعض لبنان. نسافر مع بعض ازاي؟ انا هقولك ازاي. تعرف ان توحة اتجوزت وفي لبنان دلوقتي بتقضي اسبوع عسل؟ اتجوزت مين؟ عبد المنعم الخادم، انت تعرفه؟ اه طبعا يا فريد اعرفه، بس بسرعة دي. انت عارف توحة بقى ملهاش في كلام الرغي وقصايد الحب، اول ما بتلاقي حد عايز يتجوز بتتجوز على طول. لازم تركز شوية يا فريد، تختار مرة بقلبها. اختارت بقلبها قبل كده يا رشدي، كانت ايه النتيجه؟
تعرف يا باشا، في كل مرة أجي فيها بيروت لازم أنزل في الفندق ده وفي نفس الأوضة دي. وش معنى دي بالذات يا توحة؟ عشرية بقى. هما مش بيقولوا عليا كده برضه يا باشا؟ قمر يا توحة، قمر. هي كاريوكا هترجع امتى من لبنان؟ طالما الاستاذ صلاح ابو سيف سال السؤال ده يبقى اكيد عايزها في شغل. يبقى اكيد فيلم جديد. فيلم مهم جدا. نفسي يطلع زي ما انا عايز. ده اللي مخليني قلقان جدا. وطالما الاستاذ صلاح قال ان هو قلقان جدا يبقى اكيد هيطلع فيلم جامد جدا. يا ريت يا رشدي. يا ريت. المشكلة عندي في دور البطلة، والمشكلة اني مش شايف غير تحية كاريوكا. مالك يا توحة؟ مش قادرة اصدق ان يجي عليا اليوم اللي أشوف فيه الست أمينة محمد والناس بتتريق عليها كده، ويوصل بيها الحال إنهم يطلبوا منها تنزل من على المسرح. مش هي دي الرقاصة اللي اتفرجنا عليها امبارح في المسرح؟ كانت غزال. كبرت وتخنت، بان عليها السن قوي. هي دي سنة الحياة يا توحة. ايه يا توحة؟ سرحانة مني ليه؟ كل نجم لازم يحترم تاريخه ويحترم جمهوره ويحافظ على نجوميته. قصدك ايه؟ أنا مش هستنى بقى أمينة محمد يا منى. أيوة بس أنت مش زي أي حد يا توحة. أنا قررت أعتزل الرقص. أنا شايف إن قرار اعتزالك قرار انفعالي. وأنا ما أقولش كلمة وأرجع فيها أبدا يا باشا. المسألة مش كلمة يا توحة، ده تحديد مصير. وبعدين ما تنسيش إنك في عز شبابك وعز نجوميتك. مش هرقص تاني. عموما انا يسعدني القرار، لكن يحزنني لو تراجعت ورجعتي واحرجتي نفسك قدام جمهورك. اطمن، انا قلت لي مش هرقص تاني. اللي عايزني ممثله اهلا وسهلا، لكن كباريهات وحفلات خلاص. واول ما اوصل مصر هبلغ كل الجرايد بقراري. طب يلا عشان العربية جت عشان نلحق المطار. ايه يا غالية؟ تمشي وتسيبيني؟ طب كنت يقول والله ياما لسه ما اتفطمت، لسه ما اتفطمتش من حبك ومن حضنك، وانا اللي جاية طايرة
فكر انك هتبقي فرحانه بالقرار اللي كان نفسك تسمعيه من زمان يا متحيه، تعملي فيا كده وتغدري فيا وتسيبيني. آه ليه الحبايب بيمشوا ويسيبوني ابكي وبنار الفراق؟ من حضنك يا غالية ليه بتسيبوني؟ كنتوا خدوني معاكم، كنتوا خدوني معاكم بتجربوا تشوفوا غلاوتكم في قلبي. سليمان يمشي ويسيبني وانتي بعده، حبايب كلهم بيمشوا مرة واحدة، طب أعمل إيه من غيركم؟ فين الستر الحنين؟ فين القلب اللي بيخاف عليا؟ أنا عارفة إنهم كانوا بيعايروكي بيا، بنتك رقاصة، بنتك رقاصة، بس والله ياما وشرفك وشرف أبويا عمري ما عملت حاجة حرام، حافظت على نفسي عشان وعشان أبويا وقبلكم عشان ربنا. يا الحبايب يلي بيكسبوني وحدانية، ليه بتعملوا فيا كده؟ ليه بتجربوا غلاوتكم في قلبي؟ خسارة، خسارة انها تبطل رقص. توحى اذكى رقاصة قابلتها في عمري، واصل الرقص مش هز وسط، الرقص ده فن وثقافة ووعي باللي بيقدمه الفنان، وهي عندها كل الحاجات دي. توحى دي فعلا ذكية يا ايزاك، بتعمل اللي ما قدرتش غيرها تعمله، بتعتزل الرقص وهي في قمة نجوميتها وجمالها.